مساء الخير ونهاركم سعيد ورمضان كريم على الجميع. راح يكون عنا إن شاء الله 4 تأملات خلال الشهر الفضيل. كل أسبوع حيكون عنا تأمل، استفيدوا من هذه التأملات. التأملات حتفيدكم، حترفع من طاقة جسمكم، حترفع وتنظف أي بلوكات عندكم. وحخلينا اليوم نتكلم شوي عن رمضان وكيف رمضان ممكن يفيدنا، وكيف إحنا ممكن نستفيد منه بطاقته وبنورانيته بأكبر قدر ممكن. خليكم متابعين، شكرا للجميع. طبعا إحنا حكينا عن الهالة، بس خلينا نعيد شوي عشان اللي ما كان بتابعني من قبل. إحنا بنعرف إنه في هالة بتحيط بالجسم، جسم الإنسان، بالأرض، بالجسم الحيوان، بكل شيء. كلنا في عنا هالات أو طاقة أو غلاف غير مرئي بيشع على هيئة موجات كهرومغناطيسية إلها ألوان. هلأ بالنسبة للجسم البشري بتنقاس بالشدة الضوئية، أو بشكل عام هي تقاس بالشدة الضوئية، وبتتوالى فيها ألوان على مدار اليوم نتيجة انعكاس الشمس على سطح الأرض، وبنتج عنها تدرج من اللون الأزرق في بداية النهار للون الأحمر لحد الغروب. أوكي؟ بتوصل لثلث الأخير من الليل وهو قبل الفجر عند السحور. أوكي؟ بيغطي ساعتها بيغطي الأرض أشعة فوق بنفسجية، وبنسميها الأشعة النورانية، وهذا يعتبر مناخ طبيعي لجميع الكائنات في الكون، وهي الوسيلة عشان تنتشر الطاقة الإيجابية النورانية في الأرض. أوكي؟ وكمان إحنا بنعرف إنه في أماكن طاقتها نورانية أصلاً، زي الكعبة هي مركز الطاقة الهائلة في الأرض، المساجد اللي مليانة نورانية وملائكة، وفي أزمنة للطاقة النورانية مثل أوقات الصلاة، الثلث الأخير من الليل، شهر رمضان أحدهم، وليلة القدر. أوكي؟ وأثبتت الدراسات إنه الطاقة الروحانية اللي بتنبعث منا كبشر، كل ما قربنا من رب العالمين بالعبادة بالطاعة، كل ما صفينا روحيا، زدنا شفافية، ارتقينا بالنفس عن احتياج الجسد. وكمان قلنا انه إلها تأثير قوي على مستوى الكفاءة الجسدية، بالذات في هذه الفترة. حتى بتحس حالك في رمضان روحك خفيفة، طاقتك إيجابية، إقبالك على الطاعة وتركك للمعصية، استجابتك لنداء الملائكة الروحي بيكون كتير سهل. أوكي؟ فالإنسان يعتبر كائن عجيب في أصل خلقته. تحالفت الأرض والسماء في عناصر التكوينية. يعني كيف قصدي؟ إنه إحنا عبارة عن قبضة من طين ترابي، أوكي؟ ونفخة من روح سماوي. فالإنسان بحياته الجسدية المادية لا يساوي شيء عامة. أوكي؟ وإذا كان للجسد غذاء وماء وهواء ودواء، كمان الروح بتحتاج غذاء وماء وهواء ودواء. وسمى الله تعالى القرآن الكريم روحا، لأنه روح للروح، يعني بيعطي روح لروحنا. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. عرفتوا كيف؟ فالنور الإلهي اللي بتجلى عليها في القرآن، تجلي النور الإلهي اللي في القرآن بيبعث فينا الحياة والقوة والطاقة اللامحدودة. فالنور الإلهي اللي بتجلى في القرآن بيعطينا طاقة، بيعطينا قوة، بيعطينا حياة، بنعش روحنا. ورب العالمين سمى القرآن نورا، فقال تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقلنا من قبل عن مراكز الطاقة، وقلنا أهم مركز من مراكز الطاقة اللي هو التاج، اللي هو في أعلى الرأس، اللي هي الشاكرات. هي بتسمح بدخول الطاقة النورانية وطاقة الحياة لأجسادنا، وبالذات في حالة الصيام بيصير عندك تلقي عالي، بيصير عندك تدبر للمعاني الربانية عالي، تذوق لهذا الجمال بطريقة عالية. قال تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم
بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. واكتشف العلماء أنه هذا النور هو الطاقة الإيجابية وهو عامل جذب لكل خير. فلما نقرأ القرآن إحنا بذلك منسحب الطاقة النورانية لداخل أجسادنا، فبصير عندنا هالة نورانية. أنا ما رح أكتر عليكم اليوم، إن شاء الله تكون المعلومات فدتكم. والمهم إن نعرف إنه في رمضان طاقة الأرض جدا 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 مرتفعة. حلو إنه نتدبر، حلو إنه نحط نوايا، حلو إنه إحنا نعمل تأملاتنا ونعمل عباداتنا طريقة نكون فيها في وعي، مش إنه نعملها فقط لأنه بدنا نعملها. بالعكس، لما نعمل الشيء نكون واعيين وإحنا بنعمله عشان نستفيد من طاقته بأكبر قدر ممكن. ورمضان كريم على الجميع، وأيامكم كلها بركة وسعادة وحب. فاللي حابب يكون معنا في روحانيات رمضانية بالمركز يجي يسجل اسمه، اللي حابب يكون معنا في التأملات اليومية لشهر رمضان اللي $50 كمان يسجل اسمه، اللي حابب يسجل أو يحجز جلسات علاجية أو استشارات في رمضان كمان بيقدر يتواصل على رقمي اللي على الشاشة. واعرفوا وتأكدوا إنه رمضان طاقة الأرض بتكون مرتفعة، حلو إنه إحنا نتقرب من رب العالمين، حلو إنه نكون واعيين خلال العبادات، خلال التأملات، خلال الأدعية، عشان كل ما وعينا كل ما استمدنا طاقة أكبر خلال اليوم. أيامكم سعيدة وبركة وحب. اللي حابب يتابعني دائما في مواضيع جديدة، عندي تأمل حيكون كل أسبوع لرمضان، ورح يكون تأملات رمضان اللي في القناة عبارة عن تأمل في الأسبوع، يعني 4 تأملات كل أسبوع بتمشوا على تأمل، وإن شاء الله بتستفيدوا وبتستمتعوا. رقمي على الشاشة. شكرا للجميع.